وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن لعبة الشطرنج الأشياء التي يحركها اللاعب هي تماثيل، تمثال للملك وتمثال للفيل وتمثال للجنود، فتماثيل أصنام يعكف اللاعبون عليها ويحركونها بطريقة معروفة عندهم فيعكفون على هذه الأصنام. فلما رآهم رضي الله عنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأنهم عاكفون على أصنام، عاكفون على أصنام. ومن الأشياء التي استجدت في زماننا هذا وهي شبيهة بالتماثيل التي على رقعة الشطرنج، شبيهة بالتماثيل التي على رقعة الشطرنج، لعبة تحرك بمقابض حديدية فيها تماثيل للاعبين، ويرمى في وسط هذه اللعبة كرة صغيرة، ثم يحاول اللاعبان من الطرفين أن يضربوا هذه الكرة ليدخل كل منهما هذه الكرة في مرمى الآخر، وتارة يلعبونها بمقابل، يضعون مالا يأخذه الغالب وهذا قمار محرم، وتارة يلعبونها بدون ذلك، مجرد التسلية. وهذا أيضا لا يجوز، لأنه كما قال علي رضي الله عنه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم إن هذه اللعبة الحديثة تتطلب من اللاعب ليكون لعبه بها ماهرا، تتطلب منه أن ينحني عندما يريد أن يضرب الكرة ويحرك الكرة، تتطلب منه أن ينحني أشبه ما يكون أو يقارب ما يكون الركوع، ينحني عندما يريد أن يضرب الكرة. فتجد من يلعبون هذه اللعبة، ويتسمى في زماننا تسمى الفرفيرة، من يلعبون هذه اللعبة كثيرا ما يحصل منهم الانحناء أمام هذه التماثيل التي أمامهم، أمام هذه التماثيل التي أمامهم. وهي لعبة نص أهل العلم على عدم جوازها، على عدم جوازها، سواء كانت برهان أو بدون ذلك، سواء كانت برهان أو بدون ذلك.